يعني احيانا اخواني الحكمة الالهية تقتضي حماية الولي في حين مثلا في وقت اخر ما حالت السماء بين الامام وبين ان يتناول السم الذي دسه اليه المأمون. مشيئة الله عز وجل. المعجزة مو دائما تجري. ابرهة اجى يهدم الكعبة ارسل الله عليه طيرا ابابيل ترميه بحجارة من سجيل. اجى الحجاج نقض الكعبة حجرا حجرا ما اجت طير ابابيل ولا سوى شيء. مشيئة الله سبحانه وتعالى. في قضية ابراهيم حينما جاء مع زوجته سارة هم النمرود بضرب سارة فوقفت يده تعطلت يده فارجعها اليه فهم مرة اخرى فتعطلت يده. وين راح بالك انت الان؟ فلان حينما تجاسر على الزهراء لماذا لم تتوقف يده؟ مشيئة الله تبارك وتعالى اقتضت ان تكون الزهراء دريئة لذلك الاعتداء وحتى تثبت للتاريخ مدى اجرام هؤلاء ومروقهم عن الدين. وإلا عز عليك يا صاحب الزمان ان تضرب الزهراء. عز عليك يا امير المؤمنين. بعضهم يشكلون يقولون شلون هيك يصير؟ معقولة امام معصوم؟ يا سيدي هذا زين العابدين سلام الله عليه نظر الى عماته واخواته. الامام يقول ما بكى منا باك الا قرعوه بسياطهم. ما بكت امرأة الا قرعوها بالسياط. ما بكت طفلة الا قرعوها بسياطهم. وسبين بنات الرسالة من العراق الى الشام. ما قول من النوح بس شين وفيات وتندبن بالشم. زينب توصينا يا عم من نصبح يا عم يبتشين حتى الناقة تبكي على مصيبة الحسين. الله ليش من نصبح يا عم النوق يبتشين على دروب السلب ذبن حلال شين. ليش يا زينب حتى بالسبيلات اصل الشاين شبيد على الكفلني والكفل شين قطعني اسمع حد يفزع الشين. اجركم الله مروا بالضعن على الجثث المطرحة. نظر الزينب مع اخواتها الى الضحايا هذا على يمينه وهذا على شماله هذا على ظهري الا الحسين كان مكبوبا على وجهه. يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ريت من قبل السفر نقعد نواريك. اذا عندك مهجة وياي بهذا الطور. يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ريت من قبل السفر نقعد نواريك. هذا لو داع وين يا ابن امي نلاقيك. لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل. يا زينب يا ابو عبد الله لا تقول عني سافرا وما ودعاني. ولا تقول زينب والحرام ما يود
كوني ولا روح حشرم يسرى بين المهازيل اخويا العذر لله يا اخويا وليد عداك لو بيدي يا اخويا بقيت وياك ليش يا زينب يا ورد مقطوع صبعك لعيا يا ولمك لا يظل جسمك مطشر. الله اكبر. الحسين وزعته حوافر الخيول والله ودعتك الله يا عيوني يا الله والله ودعتك الله يا والله يردون عنك يا خذوني والله زجري وخوالي يباروني انا الخيت اخوتي وما جاوبوني يا للحمية ما تجوني. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول لما وصلت الناقة إلى جسد أبي عبد الله نظرت إلى عمتي زينب مالت من على ظهر الناقة. يقول أنا أدري إذا نزلت عمتي ستموت على جسد الحسين. قلت لها عم زينب ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. عم زينب إذا نزلتي من الذي يركبك؟ أريدك تقف وياي هالأبيات أنت حافظها بس أنا أجيبها حتى شوية أدي الدور الفائز وياي. صاحت ودعتك الله يا ذبيح الماء شراب ما عنك يا نور العين سافرت بتاما يا مقطع الاوصال لا يحصل على هوا ما فارق جسمك يا سلطان المدينة. التفت السكينة بس ويا سكينة واسلكم الدعاء. قالت عم مع من تتحدثي؟ بالحسين جذ بالأراز. قالت عم اتحدث مع ابيك الحسين. القى السكينة بنفسها من على ظهر الناقة. والله والسكن على ابو حسين تشجي تشجي يا ابويا الماكن التربه من ابجي يا ابويا شقي للناس شحجي لو قالوا يا سكن تدللج وين. امر اللعين بسحبها فجاها شمر سحبها من ابي الحسين سحبها. اتقل لابويا برضاك برضاك يا رغم انا عليك يجرني الشمر من بين ديك وانا ادري بحميتك ما تخليك لجن معذور يا الحزة وريدك يا لجن معذور يا الحزة يا وريدك ولست تسمع زينبا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بظلامة الحسين يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله
اكشف السوء والبلاء عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم كن لوليك برحمتك يا أرحم الراحمين يا هلالين غائبا عن كل عين يا ضياء باديا في الخافقين قم ونادي يا لثارات قم ونادي يا لثارات ثالث بأعلامنا قم وناد اللهم اجعلنا من الاخذين بثأر الحسين يا الله مع وليك المنصور المؤيد الحجة من آل محمد. اللهم سدد وايد علمانا العاملين في مشارق الارض ومغاربها لا سيما الحاضرين المؤسسون تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم امواتهم الحاضرون احفظهم فردا فردا من كان فيهم طالب حاجة اقضي اللهم حاجته من كان عنده مريض شاف اللهم مريضه لا سيما الذين اوصونا بالدعاء لشرف النبي المصطفى وآله ولأرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا. بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.